طيب اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ بالكمبيوتر فيجن أو بالكونفولوشنال نيورال نيتوركس، تمام؟ طبعا الكمبيوتر فيجن بروبلم إنه إحنا تعرضنا لإلها سابقا. حكيت متعارف أنا عندي حاجة اسمها تاسك. يعني في الـ NLP في أنا عندي كذا تاسك، في الكمبيوتر فيجن CV في أنا عندي كذا تاسك. يعني مثلا في الـ NLP أنا عندي تكست كلاسيفيكيشن، في عندي نيمد انتيتي ريكوجنيشن، في عندي ماشين ترانسليشن، هذه تسمى تاسك. في الكمبيوتر فيجن أنا عندي هنا ايمج كلاسيفيكيشن، هذه تاسك. ايش بيكون المطلوب؟ بيكون المطلوب انه انا عندي صورة، الصورة هذه بالكامل انه انا اصنفها كات ولا مش كات، صفر او واحد. طبعا الصورة هذه يعني مقاس تبعها 64 في 64. طبعا بالمناسبة انه 64 في 64 هذه صغيرة، تعتبر يعني تعتبر صورة كتير صغيرة يعني. تمام؟ عدنا حنحكي على يعني الاحجام تبعت الصور يعني الان. في عندي تاسك ثانية اللي هي الاوبجكت ديتكشن. ايش المطلوب انا عندي في الاوبجكت ديتكشن؟ الاوبجكت ديتكشن انه مطلوب انه في الصوره نفسها احدد ايش هي الاوبجكت، احددها من خلال مستطيل، من خلال بوكس بهذا الشكل، تمام، واتعرف على البوكس هذا انه هذه كار، تمام، وهذه كمان كار. كيف؟ صحيح، بالضبط، تمام. وانه يحدد انه هذه الشجرة، وانه يحدد انه مثلا لو في حدا هنا ماشي على ممر المشاة انه يقول انه هنا في انا عندي شخص موجود. فهذه هي الاوبجكت ديتكشن، هذه التاسك اسمها اوبجكت ديتكشن، تمام. فبالتالي مطلوب تحديد مربع على الشخص زي هيك، وتحديد انه الكلاس تبعه بيرسون. عشان تشوفوا انه امثله على هذا الكلام، يعني ممكن انه اوبجكت ديتكشن اورجيكم صور كيف انه بيتم تحديد يعني شغله مثل هيك. انه زي ما انتم شايفين انه هذه معلم عليها انه هذه الصوره مش واضحه يمكن. هذه الصورة أوضح، تمام. زي ما أنتم شايفين إنه هنا عامل ريكتانجل على الدوك وحاطط الكلاس تبعه دوك، هذه كار، هذه كار، هذه عبارة عن ترافيك لايت، إشارة مرور، تمام. هذا بيرسون حاطط مربع عليه، بوكس، هذا، هذه كار بهذا الشكل. فهذه هي التاسك تبعت الأوبجكت ديتكشن. فمطلوب شغلتين، تحديد مربع على الأوبجكت والتعرف كيف وتعرف عليه إيش هو. تمام. في تاسك كتيرة، يعني في يعني في عندي فيس ريكوجنيشن، في عندي في عندي فيس ايدنتيفيكيشن. الريكوجنيشن غير الايدنتيفيكيشن. الريكوجنيشن هنا احدد انه هذا يعني المنطقة هذه عبارة عن فيس، والايدنتيفيكيشن انه احدد انه هذه صورة فلان، تمام. في عندي تاسك ثانية اسمها أو تاسك ثالثة اسمها نيورال ستايل ترانسفير. في نيورال ستايل ترانسفير بيكون أنا عندي الانبوت صورتين، هذه الصورة، تمام، وفي أنا عندي هذه الستايل، هذه ايمج عادية وهذه الستايل. المطلوب توليد صورة أو إعادة تلوين هذه الصورة الأوريجينال باستخدام هذه الستايل، هذا الستايل. طبعا انتوا اكيد مر عليكم تطبيقات زي هيك، زي مثلا الكارتونايزيشن انه بيحول صورة الشخص على شكل كرتون يعني. ففي تاسك كثيرة في الكمبيوتر فيجن.
تمام. طيب عشان نفهم الكمبيوتر فيجن، يعني احنا بنتعامل مع صور. الصور بدي افترض ان انا في عندي هنا انبوت مكون من 64 في 64 بيكسل ضرب 3. 3 هذه هي الشانل، هي الار والجي والبي، تمام. فبالتالي قديش عدد الدايمنشن، عدد الانبوتس؟ انا لو بدي ابني مثلا انه صوره او عفوا نتورك باستخدام نيورال نتورك عاديه، بده يكون انا عندي 64 ضرب 64 ضرب 3، بيطلع انا عندي 12288. وبالمناسبه يعني عشان انتم تكونوا عارفين حجم ال 64 هذه، حجمها زي الايكون، هذه الايكون تقريبا حجمها 32 في 32، ال 64 اكبر منها شوي، فبالتالي الصورة صغيرة كتير. فعشان هيك انه بتلاحظوا انه لو حدا فيكم اختار بري تريند موديل بيتعامل مع الصور، لازم اعمل سكيل للصورة بالمقاس المطلوب اللي هي اللي بتتعامل مع النتورك، لانه النتورك بتقدرش تتعامل مع صور الا بهذا المقاس. طيب هذه صورة صغيرة، طب لو انا بدي اتعامل صور مع صور حقيقية، بدي افترض انه هي 1000 بكسل في 1000 بكسل، هي فعليا مش 1000، ممكن تكون 1000 في 4 او 1024 في 768 ضرب 3، تمام. فحتكون هذه عباره عن 3 مليون، معنى ذلك انه عدد المدخلات انا عندي هنا راح يكون 3 مليون. والويت ماتريكس هذه اللي حتكون انا عندي للطبقه الاولى حتكون مليون، عفوا 1000، لو كان في انا عندي هنا الطبقه هذه فيها 1000 لاير، تمام، حتكون المصفوفة الدايمنشن تبعها 1000 في 3 مليون، متخيلين قديش كبيرة؟ فحتكون انه النتورك لو بدي استخدم النتورك التقليدية حتكون هيوج. عشان هيك بدنا نستخدم convolution network، حنشوف ايش هي الconvolution، تمام. طيب حنشوف ايش هي الconvolution، حناخد ال edge detection example. طبعا احنا تعلمنا سابقا انه احنا الصورة بدخلها بهذا الشكل، يفترض انه الطبقة الأولى تتعلم اللو ليفل فيتشرز زي الايدجز، الحواف بزوايا مختلفة، وبعدين الحواف هذه بيتم تجميعها بتشكل انا عندي الفيتشرز الأساسية اللي موجودة في الفيس زي العين والأنف والفم، وهدول العين والفم والأنف بيتم تجميعهم وبيتم تشكيل فيسز بهذا الشكل. فبالتالي كل طبقة بصير تركيب فيتشرز على الطبقة السابقة. فنيجي الآن نركز في هذا الموضوع، في هنا كيف فعليا بتعرف على الإيدجز، لو فعليا إنه أو ليش الإيدجز فعليا إنه بتساعد بشكل كتير كبير في التعرف على فيتشرز أكبر. لنفترض إنه أنا في عندي صورة زي هيك، تمام. لو انا جبت الفيرتيكال ايدجز تبعتها، لو انتم يعني اكبر لكم الصوره عشان تكون الامور واضحه عندكم، فعليا انه هذه الصوره زي ما انتم شايفين هنا في فيرتيكال ايدجز كثيره بهذا الشكل، وهذا عباره عن ممكن انه نوعا ما انه فيرتيكال. فهي هي 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 الصوره فعلا قدرت تتعرف على الفيرتيكال ايدجز بهذا الشكل. والهوريزونتال ايدجز، في انا عندي خط هنا وفي عندي خط هنا، بالإضافة للخطوط اللي موجودة في الدراجة، يعني برضو إنه هي ممكن إنه هي تعتبر نوعا ما إنه بانحناء، بس الانحناء هذا جاي بشكل أفقي. ففعليا إنه بقدر إنه أنا أكتشف إنه الفيرتيكال أو الهوريزونتال إيدجز، هدول التنين مع بعض فعليا بخلوني أو بيساعدني إن أنا أتعرف على الأشكال. فعلا التعرف على الإيدجز بيخليني انه انا اتعرف على الاشكال، والاشكال عاده انه يعني بتساعدني في التعرف على الاوبجكت، يعني السياره عاده كيف بيكون شكلها، بيكون شكلها زي هيك، تمام، انه هاي الايدجز تبعتها، انه البيرسون كيف بيكون شكله، عاده بيكون شكله زي هيك، يعني طبعا انه هذا رسم كروكي لهذا الموضوع، الزهره كيف بيكون شكلها، شكلها زي هيك. فبالتالي التعرف على الايدجز بيساعد على التعرف على ايش هو الاوبجكت بالضبط. فبصير السؤال الان، كيف بدنا نتعرف على اول فيتشرز، اول نوع من الفيتشرز اللي هي الايدجز؟ بدي اتعرف على الايدجز من خلال الكونفولوشن اوبريشن. بدي افترض انه انا في عندي مصفوفه زي هيك، المصفوفه هذه 6 في 6، تمام،
وفي هنا عندي عملية convolution بدي أطبقها مع حاجة اسمها filter أو kernel. يعني هذه التسمية هتلاقوها إنه يعني في بعض البيبرز بتقول عن الفلتر كيرنل، أو حتى بعض الامبلمنتيشن زي التنسر فلو أو الباي تورش هتلاقي إنه هو بيسميها كيرنل، تمام، والبعض التاني بيسميها فلتر. الفلتر والكيرنل هي نفس الشيء. طبعا هذا الكونفولوشن إنه أنا حاطط بشكل مقصود إنه يكون هذه واحد 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 أصفار ماينس واحد ماينس واحد ماينس واحد، لأنه هذا بده يساعدني في التعرف على الفيرتيكال ايدج. فعشان هيك أنا عندي هنا بشكل رأسي أنا عندي وحايد بعدين أصفار بعدين ماينس واحد، تدرج مختلف من الانتنسيتي تبعت البيكسلز، تمام. هجيت بدي أعمل عمليات convolutions. هذه هي العمل، يعني هنا عملية النجمة يعني معروفة إنه هي عملية ضرب، بس إحنا في هذا السياق إنه عادة إنه عملية النجمة هنا بتمثل عملية الكونفولوشن. إيش هي عملية الكونفولوشن؟ إنه أنا بدي آخد هذا الفلتر وأحطه على مساحة في الصورة. أنا عندي الصورة هذه 6 في 6، فحطبقه على المساحة هذه، شايفينها وين؟ وأجري عمليات حسابية. إيش العمليات الحسابية؟ بدي أعمل element wise. إيش element wise؟ هيا 3 في 1، 3 في 1، بعدين 1 في 1، بعدين 2 في 1، أوكي، زائد العمود الثاني 0 في 0، 0 و0، 5 في 0، 5 و0، 7 وصفر، فبالتالي هذا كله بتصفر. بعدين 1 في ماينس 1، 8 في ماينس 1، 2 في ماينس 1، بيطلع انا عندي الناتج هذا كله بجمعه بيطلع ماينس 5. هيو هنا، تمام. يبقى ناتج عملية الكونفولوشن مصفوفة 6 في 6، بطبق عليها فلتر 3 في 3. بعدها حنشوف احنا بدنا نفهم كيف عملية الكونفولوجن، وبعدين حنحكي على الدايمنشن فيما بعد. حتطلع انا عندي مصفوفة 4 في 4. فأول عنصر في المصفوفة شفنا كيف جبناه. العنصر الثاني ايش بروح بسوي؟ بعمل كونفولوشن. كونفولوشن عشان هيك انه هذه تسمى كونفولوشن نيورال نتورك. كونفولوشن يعني عملية التفافية. ايش يعني عملية التفافية؟ انه الفلتر هذا فعلا بلف على كل المساحات اللي موجودة أنا عندي في الصورة. فبالتالي إنه هنا بعد ما عملنا المساحة هذه في الأول، وين راح ينتقل؟ راح ينتقل للمساحة، راح أعمل شيفت على اليمين، راح ياخد، خليني أعملها باللون الأحمر، راح ياخد المساحة هذه. كيف يعني؟ هذا البادينج، يعني لو بدي اعمل بادينج يعني بدخلهم. هنحكي عن البادينج الان، تمام. فانتم متخيلين العمليات كيف؟ فاعتقد انه هنا في عندي انيميشن. شايفين عمليات الكونفولوشن، تمام. عملية الكونفولوشن بزيحها، بعمل أول صف بعدين بعمل شيفت لتحت زي هيك وهكذا، تمام. طبعا يعني هذه العمليات إنه بطبقها على الآر والجي والبي. طبعا إحنا في المثال تبعنا هنا إنه أنا بطبق على وين؟ بطبق على صورة أحادية يعني فيها قناة واحدة، يعني صورة جراي سكيل. عندنا حنشوف كيف حنطبقها على الار جي بي، بس هنا هذا الانيميشن بيوضح لك ايش يعني convolution. فبالتالي انه هذا المربع اللي باللون الاحمر بجري عليه نفس العمليات، ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي الماينس 4، بزيح كمان بطلع صفر، بعدين 8، بعدين بعمل شيفت لتحت بخانه، فابدا حاعمل في هذا. تمام؟ شايفينه كيف؟ وهكذا لغاية لما أخلص كل العمليات.
تمام، فهمنا الكونفولوشن. طيب ليش الكونفولوشن بيشتغل، او ليش يعني انه يعني هذا الفلتر، يعني الفكره في الموضوع بتضل شطارتي وكيف ان انا احدد الفلتر. ما دام انه الفلتر هذا بيكتشف فيتشرز، والفيتشرز هذه عباره عن فيرتيكال ايدج تبع، يعني الفيرتيكال ايدج في الصوره تبعتي، حنشوف ايش اهميه ترتيب الارقام بالطريقه هذه، 1 1 1 0 0 0 ماينس 1 ماينس 1 ماينس 1، ايش الدور تبعها في الكشف على الفيرتيكال ايدجز. هلقيت احنا لو مثلنا يعني الصوره تبعتنا 6 في 6، انه هي مكونه، انه انا عندي صوره مكونه من منطقتين، المنطقه هذه الانتنسيتي فيها صفر تمام يعني مظلمه، والمنطقه هذه عشرات يعني انه ضاويه اكثر تمام. فبالتالي الصوره هي مكونه من منطقتين. الفلتر الان الثلاثه في الثلاثه، لما اجي اعمل ثلاث مناطق زي هيك، هذه المنطقه واحد بتكون افتح حاجه، اصفار بتكون بتدرج رمادي، ماينس واحد بتكون اعتم حاجه تمام. لما اجي اطبق انا عندي الكونفولوشن اوبريشن، راح يطلع انا عندي صفر 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 ثلاثينات بعدين اصفار، هذا الشكل راح يكون زي هيك. فبالتالي انه حيكون في انا عندي منطقتين معتمتين وعندي في النص منطقه ضاويه، معنى ذلك انه هنا في عندي ايدج، الايدج هذا اللي هو هذه اللي هو بيفصل بين المنطقه هذه كلها شايفينها والمنطقه هاي، واضح؟ فهي الفكرة الأساسية. لا صحيح تمام. خلينا نعكس الصورة هنا. الصورة هذه بدل ما كان إنه على اليمين عشرات، صارت العشرات على اليمين، بدل ما كانت إنه زي هيك صارت زي هيك، ونفس الفلتر هاي صح؟ ايش الناتج اللي بيطلع؟ الناتج اللي بيطلع انا عندي هنا انه هذه المنطقة مضيئة، وعندي هنا انه هذه المنطقة معتمة. الفكرة في الموضوع انه هو قدرته على اكتشاف الايدج، مش انه شو درجة اللون اللي موجودة هنا. معنى ذلك انه انا لما ماشي انا في هذا الاتجاه، معنى ذلك انه انا في عندي اختلاف في الالوان، معنى ذلك انه في انا عندي خط، الخط هنا بغض النظر شو اللون تبعه، كان اللون تبعه فاتح او غامق، المهم انه في خط، في ايدج. طيب ممكن اجرب قيم تانية غير، غير الواحد واحد واحد صفر 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 ماينس واحد ماينس واحد ماينس واحد. في البعض اقترح وقال انه انا بدي اعمل فلتر جديد، بدي اسميه سوبيل فلتر، وبدي احطه واحد اثنين واحد اصفار ناقص واحد ناقص اثنين واحد. وهنا سبب تركيزه انه حط هنا اثنينات، بده يركز انه هو بده يعطي ويت اكثر للمنطقه اللي موجوده في النص، لانه يعني انه هو بده يعمل يعني ديتكشن للايدج تمام. وفي واحد تاني بقول لك انا بدي اعمل فلتر تاني اسمه شور فلتر، والشور فلتر هنا مكون من 3 10 3 اصفار ناقص 3 ناقص 10 ناقص 3 تمام، اعطى قيم مختلفه. وفي واحد ثالث اجى قال انه القيم اللي موجوده في الفلتر تبعي بدي اعتبرها ويتس، وبدي اخلي النتورك انه هي تتعلم، بدل ما احنا نقعد في جدل انه ايش هي افضل قيم للفلتر اللي بتساعد في اكتشاف الايدج، واقول انه هذه افضل حاجه في اكتشاف الفيرتيكال ايدج، او هذه افضل في ارتكاب في اكتشاف يعني الفيرتيكال او الهوريزونتال، باجي انه هذول بعتبرهم ان هم ويتس وانا بدي اتعلمهم تمام. وهذه الويتس ممكن انه هي تكون عباره عن فلتر بيكتشف الايدجز اللي بزاويه 45 او 70 او 73 او وات ايفر. يعني عندنا حنشوف انه انا ممكن اطبق اكثر من فلتر، حاعمل اكثر من فلتر زي ما حنشوف هنا. هنا كنا ندرس سابقا انه الفيرتيكال ايدج، هنا بدي اجي اطبق الهوريزونتال ايدج.
إذا كان الـ vertical edge زي هيك شكله، مش حيكون مفاجأة بالنسبة لإلكم إنه يكون الـ horizontal زي هيك، إنه يكون أنا عندي هنا الأصفار تمام، وهنا الوحايد، وهنا الماينس واحد تمام. لو أنا عندي صورة زي هيك، الصورة هذه كيف شكلها؟ هنا عشرات، هنا مضيء، هاي هذه مضيئة، وهذه المنطقة مضيئة، وهنا طافية، وهنا طافية. لو اجيت طبقت الفلتر تبع الهوريزنتال، راح يقدر انه هو يعني يكتشف انه فعليا في انا عندي هنا هوريزنتال ايدج في المنطقة هذه تمام، انه انا في عندي هنا هوريزنتال ايدج بالشكل هذا، انه فعلا انه بيفصل انه المنطقتين هذول، انه هنا في منطقة يعني طافية تحت، وهنا انه في منطقة طافية فوق بهذا الشكل. فحلاقي انه هنا اصفار، وهنا اصفار، وهنا في انا عندي قيم مختلفة. معنى ذلك انه هنا في عندي horizontal edge، هاي المقصود، هاي الهوريزونتال ايدج ممثل بهدول البيكسلز انا عندي بهاي الطريقة تمام. طبعا هنا البيكسلز انا في عندي بالموجب وبالماينس، بس الانتنسيتي تبعتهم عالية، لانه فعلا في انا عندي هنا vertical edge في الصورة، فعشان هيك انا عندي البيكسلز هدول، انه الانتنسيتي اللي على اليمين هنا بالموجب وعلى الشمال بالسالب، لانه برضه في فيرتيكال ايدج، ففعليا انه الصوره هذه فيها فيرتيكال وهوريزونتال ايدج فعليا تمام. هذه الصوره اوكي، فاتفقنا انه هدول عبارة عن ويتس من W1 لW9، وبدنا نخلي النيتورك انه هي تتعلم تمام؟ ماشي الامور لغاية الان. طيب هذا الكلام في ايش بفيدكم؟ بفيدكم انه انتم لما بدكم تركبوا كونفولوشن نيورال نتورك، بتكونوا بتركبوها عن علم فاهمين تمام؟ عندنا حنشوف الاوبشنز الثانية، البادنج، وقتيش انا اطبق البادنج وقتيش ما اطبقش البادنج، عشان انه انتم في المكتبات تبعت التنسر فلو مثلا على سبيل المثال، انه تلاقوا في عندي اوبشن اسمه كيرنل، تكون عارفين ايش هو الكيرنل او الفلتر، او الاقي الاوبشن تبع البادنج اكون فاهم ايش البادنج وايش بسوي. نيجي للبادنج، ايش بلاحظ هنا قبل ما نحكي على البادنج؟ انه انا عندي هنا صورة 6 في 6، طبقت عليها فلتر 3 في 3، طلع انا عندي 4 في 4 الناتج. ناتج صغر ولا ما صغرش؟ صغر تمام؟ فهجيت لو بديش الناتج انه هو يصغر، بروح بعمل بادنج. البادنج اللي هي عبارة عن حشو. فأنا عندي هاي الصورة الأصلية 6 في 6، ممكن أنا أعمل بادنج بتساوي 1، فبالتالي إنه أنا بروح بحط طبقة من البكسلات حوالين الصورة، طبقة واحدة، وأحطها كلها أصفار. لو كانت البي بتساوي 2، بحط طبقتين وبحطها كلها أصفار بهذا الشكل، فبتصير إنه المصفوفة 8 في 8. لما أطبق عليها الفلتر 3 في 3، إيش بيطلعنا عندي؟ 6 في 6، اللي هو نفس حجم الصورة الأصلي تمام؟ فبالتالي الفائدة تبعت البادنج إنه فعليا لو كان في عندي هنا انه حواف او ايدجز انا مهتم فيها موجوده على حافه الصوره، فبالتالي بعملها بادنج عشان انه انا اساعد في اكتشافها. هذه شغله. والشغله الثانيه، لو بدي انه حجم الصوره ما يتقلص، بروح بطبق البادنج تمام. طيب بدنا نعمل فورميلا عشان نعرف شو الدايمنشن اللي حيطلع معانا. انا عندي الفلتر الدايمنشن تبعه 3 في 3، بدي اسميه اف في اف، سكوير دائما مربع تمام. وهذه الصورة انا عندي ان في ان تمام. فبالتالي الاوتبوت ايش حيكون؟ بستخدم المعادلة هذه، ان ماينس اف زائد 1 ضرب نفسها، ان ماينس اف زائد 1، لانه انا يعني هذه المصفوفه انه الدايمنشن تبعتها انه نفس الدايمنشن. فبالتالي لنفترض انه انا عندي الان 6 والفلتر قديش؟ 3 زائد 1، 6 ناقص 3، 3 زائد 1 4.
فبالتالي الناتج انه المصفوفة بتطلع على هاي 4. ندخل البادنج في المعادلة، البادنج هيو بدي ارمز له بالرمز بي، فبالتالي المعادلة بتصير ان زائد 2 بي ماينس اف زائد 1 ضرب نفسها اللي هو ان زائد 2 بي زائد الاف ناقص الاف زائد 1. البي هنا في حال لو كان 2، او عفوا لو حال كان 1، يعني حيصير 6 زائد 2 في 1 ب 2 ناقص 3 زائد 1 بيطلع انا عندي 6 في 6. تمام؟ كيف؟ صحيح. لو كان يعني سطرين بتصير البي 2، فبتصير 6 ناقص 4 ناقص 3 زائد 1. تمام؟ هو حنشوف احنا بعد هيك انه فعليا البادنج انا ما بطبقه كتير. ليش؟ لانه في العاده انه الصوره يعني الاوبجكت اوف انترست الكاد دائما بتكون في النص. تمام؟ فبالتالي استخدامه نادر. وقتيش بستخدمه؟ لو كانت انه مثلا انه في عندي شغلات في الحواف انا محتاج انه يعني انا اتعرف عليها، ساعتها بطبق بادنج. لكن اغلب الصور او الداتا سيتس المجمعه عندنا بتكون الصورة في النص، ما فيش داعي إن أنا أطبق بادنج. ففي عندي نوعين من الكونفولوشن بناء على البادنج. النوع الأول valid. إيش يعني الفاليد؟ الفاليد إنه أنا ما بطبق فيه بادنج، فبالتالي لما يكون بستخدم فيه القانون هذا، هذا القانون خليني أعلمكم إياه باللون الأحمر. هذا القانون، هذا القانون ايش بيقول؟ عمم، بيقول لما يكون في عندي الصورة n في n واطبق عليها فلتر f في f، فبالتالي انه الدايمنشن اللي حيطلع الاوتبوت بستخدم فيه المعادلة هذه n ماينس f زائد 1 ضرب n ماينس f زائد 1. وهي نطبق مثال زي اللي احنا اخذناه سابقا في السلايد السابق. او الحالة الثانية السيم، كل ما تلاقوا المصطلح هذا معناها انه في بادنج. لما نشوف فيما بعد انه احنا نطبق طبقات كونفولوشن، طبقة الكونفولوشن كيف؟ صحيح. صحيح، الانبوت نفس الاوتبوت نفس الدايمنشن تبع الانبوت. لا، على حسب السايز تبع البادنج. تمام؟ بس الفكرة هنا كل ما تلاقوا انه كلمة سيم معنى ذلك انه مطبق بادنج على هذه الطبقة في الكونفولوشن. في هذه الحالة شو طبيعة القانون بتكون؟ هاي باللون الأحمر n زائد 2b ماينس f زائد 1 ضرب نفسها n زائد 2b ناقص 1 ناقص f زائد 1. تمام؟ هنا بس معلومة إنه الأف عادة بيكون أوت، يعني 3 في 3، 5 في 5، 7 في 7، أو 1 و1. عندنا حنشوف فيما بعد إنه ممكن أعمل يعني بادنج والدايمنشن يكون تبعه 1، وفي له فائدة حنشوفها في وقت. نيجي ل برضه خاصية ثانية في الكونفولوشن أو عملية ثانية، عملية الاسترايد. الاسترايد كونفولوجن، الاسترايد المقصود فيها انه قديش الستيب اللي انا بعملها في عملية الكونفولوشن. تمام؟ هنا لما سترايد بتساوي 2، انا عندي صورة 7 في 7. لاحظوا معايا انه هاي المربع الاول هذا هو. تمام؟ هيو بديته من هنا. لما ابدا المربع الثاني بقفز خطوتين، بقفزش خطوه، فبالتالي كيف حيكون شكله؟ حيكون شكله زي هيك. هاي المربع الثاني هبدا من هنا، شايفين؟ فبالتالي انه عمل ازاحه 2 بيكسلز، مش
1 بيكسل، لما كانت الاسترايد انا عندي 2. معنى ذلك انه كل الامثله السابقه اللي احنا شفناها هنا بيكون الاس بتساوي 1، وهذا كله الاس بتساوي 1، هنا الاس بتساوي 2، فبالتالي انه بيصير في عندي يعني ازاحه بخطوتين بهذا الشكل، تمام؟ فبالتالي هنا 7 في 7 بطبق عليها فلتر 3 في 3، الاسترايد 2، فبالتالي هنا راح يطلع انا عندي 3 في 3. بالضبط بمقدار 2 بيكسلز. هاجيت لنفترض انه المربع الاخير موجود انا عندي هنا، شايفين وين؟ هذا 3 في 3. هاجيت في عندي خانتين للازاحه، مركزين معايا انتو؟ ما فيش خانتين للإزاحة، فبالتالي هذه بعملها؟ لا. فعشان هيك أنا عندي هنا الفلور، إنه إيش الدايمنشن تبع الأوتبوت؟ هيو راح نشوف المعادلة تبعه. دايمنشن تبع الأوتبوت اللي هو N زائد 2P ماينس F على الأس. هنا دخلنا الباراميتر تبع الاسترايد اللي هو الأس، تمام؟ والبي هو البادنج، والأف هو الفلتر. فبالتالي 2 او n زائد 2 p ماينس f على الاس زائد 1. هذه الاشاره معناها فلور. فلور معنى ذلك انه انا بقرب لاقل رقم صحيح، او بمعنى اخر انه انا بطير الارقام العشريه بغض النظر انه هي اكبر من النص او اقل من النص. ضرب نفس الترم، تمام؟ فبالتالي الدايمنشن اللي حتطلع معايا هنا، بما انه في انا عندي عمليه قسمه، اكيد لازم اطبق عليها الفلور اوبريشن هاي، تمام؟ واضح؟ بحكي لك انه افترضي انه السيناريو انه احنا كنا حاليا في المربع هذا، شايفه وينه؟ هذا، والسترايد 2، في عندي 2 بيكسلز هنا ازيح عليهم؟ ما فيش، في واحد بس. طب ماشي، هنا يعني واقف عند الاربعه حينط على 2، حيطلع المربع برا؟ مش حيعملها، تمام؟ فبالتالي عشان هيك انا عندي هنا بصير في تقريب، معنى ذلك انه الاوتبوت دايمنشن اللي حيطلع معايا يعني في عملية سترايد مش حتنعمل في بعض الأحيان، تمام؟ أو في عملية كونفولوشن إزاحة أو عملية التفافية مش حتنعمل في بعض الأحيان إذا كان السترايد إنه ما فيش له مساحة إنه فت فيها. بنزل تحت خطوتين برضه، 2 بيكسلز. يمين. لا، حاجات تخلص الصف الأول، الصف الثاني من وين ببدأ؟ ببدأ من هاي هنا. بالضبط، شوفوا الأنيميشن هذا كمان مرة. تمام. اوكي، يبقى الملخص الان النوتيشن اللي عندنا لغايه الان ايش عندنا؟ عندنا الايمج السايز تبعها ان في ان، تمام؟ عشان هيك انتم بتلاحظوا انه اغلب يعني البري ترينت مودلز اللي بتتعامل مع صور بتتعامل مع صور مربعه احسن لها افضلها، تمام؟ عشان هيك انه هنا بقولش انه ان في ام انه الهايت بيختلف عن الويث، لا، بثبته ان في ان. صحيح، سكيل. نعم، كروب ممكن يضيع تفاصيل من ال، والفلتر اف في اف، والبادنج بي، والسترايد اس. وحكينا انه ايش
output size اللي انا بستخدم فيه القانون العام هذا. لو كان الاسترايد واحد معنى ذلك انه انا حقسمها واحد، فبالتالي برجع للقانون الاصلي. تمام، لو كان في بادنج بتساوي زيرو معنى ذلك انه التيرم هذا بيروح، معنى ذلك انه حتعامل مع القانون الاصلي اللي هو الان ماينس الاف زائد واحد. فبالتالي هذا هو القانون العام اللي بيزبط على كل الحالات. تمام، والاشاره هذه انه فلور لا تقريب لا لاقرب عدد صحيح. تمام، هاي الملخص. واضحة الأمور لغاية الآن؟ طيب، حكيت بس مجرد ملاحظة يعني صغيرة، مش هطول فيها كتير، لأنه يعني هو بيحكي إنه بعض كتب الرياضيات بتسمي الكونفولوشن باسم تاني اسمه كروس كوريليشن، وعادة إنه الفلتر بيكون الترتيب تبعه مختلف، يعني بدل ما يكون هنا 3 5، يعني 3 4 5، بيكون هيك 3 4 5، معمول له روتيشن. تمام، بس انه هذه تفصيل. احنا بدنا بالنسبه لنا بدنا يعني نعتبر انه العمليه اسمها convolution، وبدنا نشتغل بالترتيب هذا، يعني بس عشان انه انتم تكونوا عارفين انه لو مر عليكم cross correlation انه هي convolution بس انه بروتيشن. وكل واحد بيعتبر حاله انه هو عكس الثاني. تمام؟ طيب، هذا كل الأمثلة اللي احنا كنا ناخذها الآن بتعامل مع صورة رمادية مكونة من قناة واحدة. الآن بدنا نتعامل مع ار جي بي. حكيت الار جي بي عادة انه انا بيكون في عندي هنا الصورة الويد والهايت ضرب عدد للشانلز، اللي عادة بيكون 3 اللي هو الـ R والـ G والـ P. فبالتالي بيكون في عندي 3 مصفوفات، مصفوفة للـ R، مصفوفة للـ G، ومصفوفة للـ P. تمام، هذا بيقتضي انه يكون في عندي 3 فلتر، فبالتالي هذا الدايمنشن لازم يكون مطابق لهذا الدايمنشن. تمام، والناتج انا بيكون عندي 4 في 4. هنشوف كيف انه انا عندي 3 مصفوفات هنا ضربتهم في 3 مصفوفات كيف صاروا مصفوفة واحدة. هجيت بالنسبة للفلترز هدول الـ3، في عندي خيارين. في عندي خيار انه انا الفلترز هدول انه لكل شانل اعمل فلتر لحال، يعني الار احط 1 1 1 أصفار ماينس وحايد، والجي أحطه كله أصفار، والبي أحطه كله أصفار. معنى ذلك إنه أنا بدي أركز على الإيدجز الحمراء، بركز على قناة واحدة. أو الخيار الثاني إنه أنا أعمل نفس الفلتر الآر والجي والبي، بكونوا نفس يعني القيم، أو ممكن يكونوا قيم مختلفة. إحنا اتفقنا إنه هي راح تكون ويتس وراح يتعلم، صح؟ تمام؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية إنه المصفوفة تبعت الـ R هاخد الفلتر وهطبق على أول واحدة، هيطلع لي أول عنصر هنا في مصفوفة. تمام؟ هاي حتطلع أنا عندي في مصفوفة، هذا الناتج تبع الـ R. تمام، والجي راح تطلع انا عندي مصفوفه ثانيه، والبي راح تطلع مصفوفه ثالثه. هدول الثلاثه بعملهم كومباين مع بعض، اللي راح يطلع انا عندي هدول الثلاثه راح يطلعوا انا عندي هذه المصفوفه. تمام، يبقى هذا العنصر هو عباره عن مجموع ناتج الكونفولوشن تبع الار، ناتج الكونفولوشن تبع الجي، وناتج الكونفولوشن تبع البي. تمام؟ جمعات بالضبط. عشان كيف؟
كيف ثلاث أرقام بيطلعوا من هذا الرقم واحد؟ إيش بسوي؟ بجمعهم؟ مستحيل. لا 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 لا، الصور فعليا إنه هي تخزن عبارة عن ثلاث مصفوفات، لأنه هي عبارة عن خلط من ثلاث ألوان، المزج بين ثلاث ألوان هو بديني درجة لون في طيف الألوان تبعي. لو أنا يعني درجة الألوان أنا عندي ار جي بي 256، فبالتالي 256 للقوة 3 بيطلع أنا عندي طيف الألوان، يعني ممكن يطلع معي 16 مليون لون. فال 16 مليون لون هذا أنا يعني ممكن إنه يكون في له درجات مختلفة، فبالتالي إنه بتخزن الـ R والـ G والـ P 3. بس صحيح، أنت لما تحملي إيمج باستخدام النمباي راح تطلع عندك مصفوفة ثلاثية الأبعاد، تمام؟ فبالتالي إنه الناتج بيطلع أنا عندي مصفوفة واحدة بهذا الشكل. اوكي، يعني الريد والجرين والبلو بجمعهم مع بعض بيطلع انا عندي الاوتبوت اللي هو 3 في 3. واضح؟ تمام؟ طيب، بدي اياكم تتعودوا على هذه النوتيشن لانه حتمر علينا كثير. هاجيت الصورة كيف مثلتها؟ كيوب، ثلاث مصفوفات، وهذا كيوب، ايش الناتج؟ مربع، 1 دايمنشن، هذه 3 دايمنشن، هذه 3 دي، هذه 3 دي، هذه 3 دي، تمام؟ طيب، نيجي الآن بدنا نبني طبقة واحدة من الكونفولوشن، وبعد هيك راح نركب عدة طبقات. طبقة الكونفولوشن هذه زي ما شفنا إنه أنا في عندي 2 فلتر هنا. بدي افترض انه في عندي فلتر للفيرتيكال وفلتر للهوريزونتال، وفي عندي صورة من ثلاث قنوات 6 في 6 في 3، تمام؟ نرجع نتذكر المعادلة اللي بتمر علينا مرارا وتكرارا، ايش هي المعادلة؟ انه زي واحد تبعت الطبقة الأولى ايش بتساوي؟ دبليو واحد في اي زيرو الاكتيفيشن تبع الطبقة اللي قبل. هلقيت انا عندي A0 هو بمثل الاكس واللي هو الصوره، تمام، زائد البي، والاكتيفيشن تبع هذه الطبقه عشان نشوف كيف بدنا نعمل اكتيفيشن للكونفولوشن هو عباره عن الجي اوف الزي اللي احنا حسبناها تو. فبالتالي انا عندي، احنا اتفقنا انه ناتج عمليه الكونفولوشن بيطلع انا عندي هذه المصفوفه، صح؟ ايش بسوي؟ بجمع معاها البي وبطبق عليها الريلو، بيطلع انا عندي هنا الاكتيفيشن. يبقى هذا عباره عن الاي، يبقى الاي اوف واحد ايش بيساوي؟ بتساوي هذه المصفوفه، هيها هي لونها، وهذه المصفوفه من وين اجت المصفوفه؟ هذه من الفلتر الثاني، تمام، هي لونها، تمام. هجيت انا عندي الناتج ليش مصفوفتين؟ لأنه في عندي 2 فلتر. بالضبط. في شيء يعني احنا طبقة واحدة، وطبق يعني طبقة واحدة كونفولوشن. بالضبط. هجيت لو كان في عندي 10 فلترز، هذا الناتج راح يكون عبارة عن 10 مصفوفات. واضح؟ يبقى لو احنا نرجع مرة ثانية انه الرسمة كيف راح تكون، انا عندي خليني في منطقة، كيف؟ هدول لا بخليهم، يعني كل واحدة فلتر لحال. فبالتالي انا عندي هنا الانبوت عبارة عن صورة 3 في 3، ما دام انه صورة 3 في 3 بمثلها بمكعب صغير زي هيك. الفلتر عادة بيكون اصغر بس برضه مكعب. طبقنا عملية الكونفولوشن، طبقنا عملية الاكتيفيشن، الناتج اللي بيطلع معايا ما دام انا في عندي هنا
تو فلتر، او خلينا نقول انه فينا عندي يعني الفلتر مكون من دايمنشن معين، الناتج حيكون انا عندي بهذا الشكل. فبالتالي كل فلتر بيكون فيه له ناتج بحتفظ فيه في مصفوفة ان دي. تمام؟ أكيد مش حكينا إن أنا في عندي هنا تو فلترز. أكيد إحنا اتفقنا إنه الـ R والـ G والـ B إحنا حكينا اتفقنا إنه بنجمعهم مع بعض. بس لما يكون في عندي تو فلترز إيش بسوي فيهم؟ هل بجمعهم؟ لا بجمعهمش. إيش بسوي في الناتج؟ في الناتج بخليه كيف شكله؟ شكله زي هيك. مصفوفتين. هاي. حسب عدد الفلتر، لو كان عندي 10 فلتر 10 مصفوفات. تمام؟ طيب بدنا نحسب عدد البارامترز في 1 لاير. بدي افترض انه انا في عندي 10 فلترز. مش حكينا انه البارامترز هي انه ال W بالضبط. تمام؟ والفلتر هذا الحجم تبعه 3 في 3 في 3. 3 في 3 اللي هو الابعاد تبعت المصفوفه. ضرب 3 لعدد للشانلز، وحكيت انه انا في عندي 10، معنى ذلك انه انا في عندي مكعب 3 في 3 في 3، هاي الفلتر الاول، مكعب الثاني 3 في 3 في 3، هاي الفلتر الثاني لغايه 10. خلينا نحسب لواحد ونضرب في 10. في واحد ايش راح يكون؟ 2 3 في 3 في 3 27، بنزود عليهم البايس 28. مش هنا حكينا انا بايس واحد بجمعه لكل العناصر المصفوفة، صار 28 ضرب 10 280 بارامتر. اوكي واضح. طيب احنا عملنا طبقه واحده، خلينا ناخد نتورك كونفولوشن، سمبل نتورك كونفولوشن اكزامبل. لو انا في عندي هنا اكزامبل كونف نت، هذا معروف الانبوت انا عندي 39 في 39 في 3. الفلتر هيو واحد، فلتر تبع واحد يعني الطبقة الأولى قديش؟ ثلاثة. الاسترايد واحد. البادنج مفيش. قديش عدد الفلتر؟ 10. معنى ذلك إنه أنا بدي أجي أطبق في القانون. في القانون أنا عندي N زائد 2 B ماينس F زائد 1، فراح تصير 39 ناقص 2 P صفر ناقص ال F 3 تقسيم الواحد زائد واحد بتساوي 37. فبالتالي الناتج أنا عندي هنا 37 في 37. كم فلتر أنا حكيت؟ 10 فلتر ضرب 10. طيب هذه إيش راح أطبق عليها؟ هيو F 2 سوبر سكريبت للطبقة الثانية. هيك أنا بركب طبقات على بعض قاعد. إيش الفلتر دايمنشن تبعه؟ 5 في 5. والسترايد 2، هنا كان السترايد 1 صار 2. البادنج 0. الفلترز 20. طبق المعادلات بيطلع انا عندي الدايمنشن 17 في 17 ضرب 20 من 37 زغرت 27. تمام؟ وزاد العمق. لا انا حددت انه هنا في الطبقه هذه بدي أطبق 20 فلتر. عدنا حنحكي على هذا الكلام، بس ركزوا معاي كويس رجاء. كيف؟ إيش هي اللي ليش ضغط؟ لأنه طبيعي جدا إحنا لما نطبق الكونفولوشن أنا عندي هنا 6 في 6 بطلع أنا عندي الناتج 4 في 4، دائما بيصغر. طيب الآن هاي الناتج بدي أوديه على طبقة
تانية، طبقة تالتة، تمام. قديش الأف؟ 5. سترايد 2، 40 فلتر. طبق المعادلات بطلع أنا عندي 7 في 7 في 40. أنا بحدد، أنا اللي بحدد هذا الكلام بالضبط. لقيت أنتوا إيش بتلاحظوا؟ 39، ركزوا معايا، صارت 37، صارت 17، صارت 7، تمام؟ إيش بيصير؟ الدايمنشن بتظهر. طيب تعالوا للفلتر، إحنا بدينا بثلاثة اللي هي التشانلز، بعدين هنا صاروا 10، بعدين 20، بعدين 40، عدد الفلترز بتزيد. صحيح، طالما انه هو مش مذكور فبالتالي البادنج بتساوي زيرو، فبالتالي انه هذا الشكل العام تبع الكونفولوشن، عشان لما تيجوا تركبوا كونفولوشن نتورك تركبوها على الفهم. شو معناته هذا الكلام؟ انه انا عندي الدايمنشنز بتقل والفلترز بتزداد. الفلترز حكينا انه انا بدي اعتبرها انه هي فيتشرز، بس انا افترضت انه هنا في عندي فيرتيكال يعني فلتر وهوريزونتال فلتر، وفعليا انه هذا مجرد انه يعني افتراض لفيتشرز، بس ممكن تكون في فيتشرز ثانيه كثيره. ايش هي؟ ما بعرفش ايش شكلها. ممكن تكون انه الفلتر هذا بيكتشف الخطوط اللي بلون معين او اللي بزاويه معينه. ايش هي؟ ما بعرفش ايش هي الفلترز. فبالتالي الفكره في الموضوع انه هنا من الصوره طلعت 10 فيتشرز، الفلتر تمثل فيتشرز، من ال 10 فيتشرز هدول طلعت 20 فيتشر، من ال 20 فيتشر طلعت 40 فيتشر. بدي ارجع هذا الكلام لوين؟ عشان نربط الامور مع بعض عشان تكونوا انه انتم فاهمين، تمام؟ انه هنا من اللو ليفل فيتشرز، فيتشرز بسيطه، طلعت فيتشرز اكثر، وطلعت هنا في الطبقه التي تليها فيتشر اكثر تعقيدا واكثر هنا. فهذا هو اللي احنا بنطمح له في الكونفولوشن، عشان هيك انه احنا كل طبقه بنزود عدد الفلترز، تمام؟ وبنركز انه احنا نصغر الدايمنشن، انه انا الفيتشرز هدول بتكون في مناطق اصغر. لا، باجي لمناطق معينة في الصورة، لأنه هذه convolution، convolution operation بتلف على كل المناطق في الصورة. بيجي هو بلف، تمام، بيجي بقول إنه أنا هي convolution، بيجي بعمل سكان في الصورة، يجي هنا قال آه والله لقيت feature، feature هنا هو عبارة عن خط زي هيك، تمام. بعدين في المنطقة هذه في الصورة إجا لقى فيتشر تاني، إنه الفيتشر التاني إنه هو عبارة عن شكل هندسي مثلث مثلا. فبالتالي إنه مش إنه كل ما زغر إنه أنا لا 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 مش إنه أنا بطير إطارات من الصورة، انه المنطقة اللي انا بعمل فيها ديتكت. ليش انا بس بكتر الفيتشرز؟ انه المناطق اللي موجودة فيها الفيتشرز هذه بتصير اصغر، مساحتها اصغر في الصورة الاصلية. لا لا، مش بالضرورة، مش بالضرورة. يعني هاي في المثال هذا، هيو في المثال هذا لاحظوا انه انا عندي هيو الترافيك لايت، هيو موجود في الجزء هذا من الصورة، هاي في ترافيك لايت موجود في يعني انا عندي في كل الاماكن في عندي اوبجكتس، تمام. فبالتالي انه الفكرة في الموضوع انه انا عندي انه انا بلف على كل الصورة بهذا الشكل في البداية، تمام، وبتكون انا عندي عدد فيتشرز معينه من الفيتشرز هدول، تمام. هجيت يعني
ركزي معايا عشان انه انت يعني بطلت صورة يا أستاذ، بطلت صورة. فجيت هنا عشان تيجي تقولي إنه أنت متخيلة الصورة الأولانية إنه إحنا قصينا منها، ما قصيناش منها، هذا الناتج مش صورة، بطلت صورة، هو عبارة عن ناتج من عملية convolution واللي هي عبارة عن مجموعة features. بالضبط بالضبط، ركب edge مع edge، ركب features ثانية، فبالتالي إنه زادت الفيتشرز. تمام؟ مش انه صورة وبنقصقص منها قاعدين يعني. تمام؟ وضحت الكونف نت؟ هذا الكونسبت كتير مهم انه انتم تكونوا فاهمينه. لما باجي بقول لكم ركبوا كونفولوشن انه تكونوا مركبينها عن فهم. هذا شغلة أساسية تكونوا فاهمينها. هاي العلم تبع. واضح؟ طيب. هجيت الموضوع الى اكماله هنا لانه احنا ما كملناش، بس عشان انه احنا بس خلصنا طبقات الكونفولوشن. هجيت اخر طبقه هذه، ايش سويت؟ رحت فرطتها. ايش يعني فرطتها؟ هذه مكونه من 7 في 7 في 40، بيطلع انا عندي 1960. هدول بعملهم فلاتن، في انا عندي اوبريشن اسمها فلاتن، انه هدول مش هذه كل واحده عباره عن يعني في هدول انه عباره في المصفوفه هذه انه عباره عن نقطه، رحت مثلتها بنيورون زي هيك، هدول كلهم وصلتهم بالاوتبوت نيورون اللي فيه الواي هات اللي بدي اعمل فيه بريدكشن. الواي هات يا بطبق عليها اللوجيت او بطبق عليها السوفت ماكس. لوجيت اذا كنت انا بدي اطلع باينري كلاسيفيكيشن 0 او 1، والسوفت ماكس اذا كان في عندي هنا يعني مالتيبل كلاسز، انه انا بدي اعمل بريدكشن ل 1 كلاس اوف مالتيبل كلاسز. اوكي، هجيت هنا ممكن ازود طبقه اضافيه هنا، الطبقه هذه بسميها اف سي، وهذا كلام هي وحنحكي عليه هنا. فبالتالي انواع الطبقات اف سي اللي هي فولي كونكتد. في هنا عندي طبقه كونفولوشن فهمناها صح، بدناش نعيد فهمناها صح. وفي عندي طبقه البولينج حنحكي عنها في السلايد الجايه. في عندي طبقة الـ FC، هاي طبقة FC. ليش تسميتها طبقة FC؟ لأنه لاحظوا fully connected، كل النيورون في هذه الطبقة موصلة بالنيورونز في الطبقة التي تليها. فبالتالي الـ FC إن أنا بيكون في عندي هنا طبقة وعندي هنا طبقة، هذه مكونة من 3 وهذه من 2. إيش يعني fully connected؟ هذا موصل هنا وهنا، هذا موصل هنا وهنا، هذا موصل هنا وهنا، هاي الاف سي. فبالتالي ايش الكونف نت؟ ايش الكونفولوشن نتورك؟ اختصارا كونف نت هي عده طبقات كونفولوشنز متبوعه بعده طبقات اف سي، بعدين انا عندي طبقه الواي. تمام؟ كونف نت كونفولوشن نتورك اختصارا للكونفولوشن نتورك. تمام؟ فبالتالي الشكل العام للشبكة بيكون conf واحد موصل مثلا في conf اثنين. تمام، ممكن اوصل في conf ثلاثة، خلينا نعمل conf ثلاثة، بعدين fc اربعة. ليش حطيت اربعة؟ لانه انا عندي الاندكس تبع الطبقة. تمام، وممكن يكون موصل في كمان طبقة FC 5، وبعدين انا اخر حاجة انا عندي بيكون الواي هات. هجيت هدول انا بتحكم، بحط طبقات قد ما بدي، هدول بحط طبقات قد ما بدي، يفترض يكونوا في الاخر. تمام، نيجي للبولينج. ايش البولينج؟ البولينج انا في عندي منه انواع. احنا اخذنا انه النوع الاول اوريدي، اخذنا ايش هو النوع الاول، نرجع للسلايد هاي. هاي
مش حكينا انه هاي element wise اللي هي في سلايد رقم 7، تمام؟ سجلي عليها ملاحظة انه هي في سلايد رقم 7 اول نوع. اول نوع اللي هو element wise. ايش element wise؟ بضرب كل عنصر هنا 3 في 1 زائد 1 في 1 زائد 2 في 1 زائد 0، فبالتالي element wise وبعمل حاصل الجمع. في اسلوب ثاني ايش اسمه؟ الماكس بولينج. ايش الماكس بولينج؟ انه انا عندي هاي الصوره 4 في 4 تمام؟ وانا عندي الفلتر هنا الاف بتساوي 2 في 2 كيف؟ صوره 4 في 4 مشاري 4 في 4 والفلتر 2 في 2 تمام؟ فباجي انه الفلتر هنا موجود مثلا، وهنا بالمناسبة انه السترايد الاس بتساوي 2، فهنا باجي باخذ الماكس بدل ما انا اعمل element wise. انا عندي هنا تمام، اجي انه انا اشوف انه والله الارقام انا عندي مثلا انه انا اعمل element wise، انه اعمل عمليات ضرب زي ما شفنا هناك. باجي انه انا هنا بشوف انا عندي في الناتج انه 1 3 2 9، مين الماكس؟ انا عندي 9 تمام. بعدين هنا 2 1 1 1 بيطلع 2، هنا 6 وهنا 3 بهذا الشكل تمام. فبالتالي هنا بطبق الماكس بولينج انه انا عندي في المنطقة تبعتي هنا الفلتر 3، فبالتالي انه حياخد 3 مناطق زي هيك، او 3 في 3 هذه المساحة شايفينها، هذه المساحة مين اكبر رقم؟ هيو 9 بعبي هنا بروح بزيح، ايوه بدنا نزيح هيك. مين اكبر رقم؟ برضو 9 وهكذا تمام. فالفكرة في الموضوع هنا ايش فكرة الماكس بولينج؟ يعني هو فعليا الماكس بولينج عن تجربة بجيب اكثر نتائج. في انا عندي نوع ثاني اللي هو الافرج، عندنا حنشوفه هذا. فالافرج انا عندي هنا باخذ الافرج تبع هدول الارقام مجموعهم على عددهم بيطلع انا عندي 3 و75، هنا 1 و25. فعليا اللي بجيب يعني تجريبيا اللي بجيب احسن نتائج اللي هو الماكس بولينج وهو الاكثر شيوعا. طبعا التفسير لهذا الكلام هو تفسير يعني بتضلها النيورال نتورك بلاك بوكس، بس انا باجي بتطلع انه انا والله ليش اخترت الماكس؟ لانه النقطه هذه مضيئه اكثر حاجه، فعشان هيك انه انا بختار الماكس. معنى ذلك انه في فيتشر هنا، في انحناء، في ايدج، في فيتشر ما مش عارف ايش هو تمام. فبالتالي اكثر نقطه مضيئه الماكس هي انه انا بختارها. مش بالضرورة أن يكون هذا التفسير هو فعلا أنه التفسير اللي بيصير فعلا، ولكن أنه فعليا تجريبيا أنه الماكس بولينج بيعطي نتائج أكثر من أي بولينج تاني. يبقى الملخص لغاية الآن إيش الهايبر باراميترز اللي أنا بدي أحاول أنه أتعامل معها في الكونف نت؟ الفلتر سايز، فلتر ممكن اجرب 2 3، والسترايد ممكن اجرب 2 1 تمام، ممكن اجرب ماكس بولينج او افريج بولينج. احنا حكينا انه الماكس بولينج شائعا انه هو بيجيب افضل نتائج تمام. ما حدش بيجرب كثير فعليا في البادنج لسبب اللي انا ذكرته، انه عاده انه بتكون الاوبجكت تبعتي انه بتكون في مركز الصوره، الا في تطبيقات معينه بتكون انه انا محتاج انه نعمل ديتكت للفيتشرز الموجوده في حافه الصوره. فبالتالي ما حدش بيجرب البادنج، اجرب البادنج 0 و1 و2 تمام. فبالتالي البادنج انا بطبقه على الصوره بس، على اول لاير نعم بالضبط تمام. فبالتالي بضل انا عندي هنا اللي انا بدي اجرب فيهم
بدي اركز عليهم ايش هم الاف والاس كهايبر بارامترز. كيف؟ اللي هو الفلترز، عدد الفلترز، مش السايز تبع الفلتر، عدد الفلترز بالطبع. كيف؟ ايش الايه؟ الويتس راح يتعلم. حكيت انا ممكن احط فلتر من عندي بس لا راح اخليه. كيف؟ طبعا احنا حكينا هذا الكلام في هذه السلايد، بس يبدو انه في فاقد يعني. هاي تمام، الفاقد هذا شيء طبيعي يعني. كيف؟ مش انا عندي في عندي الواي هات تمام، بقدر احسب الايرور. مش احنا بعمل انيشال يعني انيشاليزيشن للويتس بشكل راندوم، باجي بطلع الاوتبوت طلع معي ايرور، بقول له لا في غلط هنا عشان يطلع صح تمام. بغض النظر انا ماليش دعوه ايش الفيتشرز، بلاك بوكس عدل انت براحتك بالضبط، بستخدم الجريدينت ديسنت تمام. فبالتالي هنا هنا ناخذ نتورك اكزامبل، نتورك اكزامبل اللي هو لينت 5 تمام. هذا الفكره الاساسيه انه النتورك هذه تم تصميمها للتعرف على الديجيتس، الهاند ريتن ديجيتس. الصوره هذه 32 في 32 في 3 تمام، اول طبقه 28 في 28، قديش عدد الفلتر؟ 6 تمام. ايش الفلتر سايز؟ 5 في 5، الاسترايد 1. احنا اتفقنا انه ايش بدي العب، بدي ايش بدي اركز، بدي اركز على هدول تمام. خلاص بدنا ننسى البانك تمام. بعدين هنا الاف 2 وبدي استخدم الماكس بولينج، والاس 2 حيطلع انا عندي 14 و14، وهنا عدد الفلترز 6 تمام. هنا هاي الاف وهنا الاس، لاحظوا انه كل طبقه مستخدم قيم مختلفه للاف والاس، كل طبقه مستخدم قيم مختلفه للاف والاس. بس ايش اللي انا بلاحظه؟ بلاحظه انه انا عندي هنا 32 في 32 صارت 28 في 28، كمان مره مش تصغير للصوره تمام، او اختصاص من الصوره، انه طلعت معي فيتشرز الدايمنشن تبعتها 28 في 28. بعدين طلعت عندي فيتشر ماتريكس جديده 14 في 14 في 6. انا بلاحظ انه الدايمنشن الاساسي تبع الفيتشر بيصغر بس العمق بيزيد، عدد الفيتشرز بيزيد. هنا 28 في 28 14 في 14 10 في 10 28 14 10 5. اما بالنسبه للفلتر 6 6 16 16 بيزيد تمام. اوكي حكيت هذا 5 في 5 25 ضرب 16 بيطلع لنا عندي 400 تمام. عملت له فلاتن، طبقته او يعني وصلته باف سي 3، وصلته باف سي 4، هذه فيها 120 نيورون، هذه فيها 84 نيورون،
لغاية الطبقة الأخيرة اللي فيها الواي هات، وبدي أطبق عليها سوفت ماكس لأنه بدي يطلع لي أوتبوت من 10 أوتبوت، تمام؟ فبالتالي هنا convolution pooling، convolution pooling، بلاحظ إنه البولينج دائما بطبقه بعد الكونفولوشن، تمام؟ بعدين اف سي اف سي اف سي بعدين سوفت ماكس، فبالتالي هي الترتيب. والملاحظة كمان مرة، هيو حطيها في مربع زي هيك وحطي عليها نجمات. الهايت والويث بيقل في كل طبقة convolution، تمام؟ والان سي اللي هو عدد الفلترز او الفيتشرز بيزيد، وهذا الكلام شفناه 28 14 10 5. اما بالنسبه للان سي هذه يعني لما اسمي يعني نتورك باسم محدد، انه هذه اركيتكتشر انه اشتغلت بشكل ممتاز على الهاند ريتن ريكوجنيشن، وهي الاركتكشر تبع يعني تبعتها زي هيك. هكذا لما باجي اركب ممكن انا ازود عدد الطبقات، اقللهم، ازود عدد الفلترز، فهذه باراميترز بتضلها هايبر باراميترز انه انا العب فيها. والحكمه بتقتضي، لانه احنا حنشوف في السلايد اللي بعديها رح ناخد كيس ستاديز، نتورك معروفة اشتغلت بشكل جيد في تطبيقات معينة، فبالتالي من الطبيعي جدا انه هي يكون ادائها كويس في تطبيقات تانية او في الداتا سيت اللي انت بدك تشتغلي عليه، تمام؟ وهذه الاسماء اكيد انتم فاميليار معاها، انه اكيد مرت عليكم الفي جي جي 16 والاليكس نت والنونت 5، اكيد انه هذه عباره عن اسماء بري تريند موديل، والموبايل نت اكيد يعني مرت عليكم الاسماء هذه، تمام؟ والريز نت والانسبشن انسبشن فيرجن 2، فهذه عباره عن مسميات لنتورك اركيتكتشر كان ادائها كويس، تمام؟ وهي التركيبه تبعت الباحثين تبعونها انه هي وحاطين لنا اياها زي هيك، فعشان هيك انه هنا انه لونيت 5 انه ايش تركيبه النتورك اللي توصل لها الباحثين اللي جابت نتيجه كويسه. كيف؟ نعم نعم مش لازم، انه احنا بالاول انه احنا كنا نطبق بولينج، والبولينج اللي احنا كنا نطبقه element wise، فبدل ما انا اعمل عمليه ضرب وبعدين جمع، ممكن انا استخدم ابسط الحسابات واستخدم عمليه ماكس او اخذ الافريج، تمام؟ فبالتالي من العمليات الثلاثه هذول اللي هي الاليمنت وايز برودكت وسم او الماكس او الافريج، الماكس هو اللي بيجيب افضل نتائج. طيب حكيت الاكزامبل هذا، بدنا نلخص الباراميترز اللي موجودة. هنا الانبوت ايش هو؟ 32 في 32 في 3 هي، تمام؟ ايش الاكتيفيشن سايز؟ 3072 اللي هو الاي 0. ايش عدد الباراميتر؟ 0، لانه هذه الانبوت صور جايه من الداتا تبعتنا. بعدين الكونف 1، هذه الطبقه الاولى تبعته، تمام؟ أنا عندي الفلتر 5، 5 في 5، والسترايد 1، بس هنا مش ذاكر عدد الفلتر اللي هو بيحدد هذا الباراميتر، تمام؟ فهنا أنا عندي الاكتيفيشن شيب 28 في 28 في 8، عدد يعني الاكتيفيشن سايز اللي هو حاصل الضرب تبعهم، تمام؟ وعدد الباراميترز اللي هي عبارة عن 5 في 5 في ضرب مضروب في عدد الفلترز، بيطلع انا عندي الرقم هذا. كيف؟ من الطبيعي انه يكون في اكثر من واحده.
لانه انا عندي اول حاجه بتعلم لو ليفل فيتشر، بعدين بتعلم فيتشر اعقد شوي، فمن الطبيعي جدا انه تكون اثنين فاكثر. خليني بس أجرب. تمام، بعدين أنا عندي طبقة البولينج، تمام، بعدين طبقة كونف نت 2 بولينج اف سي 3 اف سي 2. ايش بلاحظ أنا عندي في الاكتيفيشن شيب؟ بيجل. بدي أفكر فيها إنه أنا بدخل انبوت صورة 32 في 32 في 3، وبدي أطلع الناتج 10 اللي هو عدد الكلاسز. Activation size برضو انه هو بيقل. هنا لاحظوا انه في البولينج ما فيش باراميترز انه هو يتعلمها، خلاص انه هي عبارة عن عملية الماكس، فعشان هيك انه الباراميترز بتكون زيرو. ايش بلاحظ انه في عدد البارامتر؟ عدد البارامتر انه بيزداد، انه هنا 68، هنا 3000، هنا 4000، بعدين برجع بيقل تاني مع الاف سي. معنى ذلك انه كل ما انا ماشي في الكونفولوشن بيضلوا يزيد لغاية لما أوصل الـ FC برجع بقل تاني. تمام؟ طيب، ليش الـ convolution إنه فعلا بتشتغل بشكل كويس؟ حكينا لو أنا بدي أشتغل بـ network عادية راح يكون عدد البارامترز انا عندي هائل جدا، مهول جدا. بالضبط. نعم. لكن تطبيق انه يعني تطبيق الفلتر فاد بشكل كتير كبير، لانه انا بمشي على مناطق محددة في الصورة وبطلع منها فيتشرز، بدل ما انا ادخل كل بيكسل واعتبره انه هو فيتشر. تدخيل كل بيكسل واعتباره انه هو فيتشر، هذه هي الطامة الكبرى. تمام، فالفلتر فعلا انقذني. في شغله ثانيه، فبالتالي في شغله ثانيه اسمها الترانسليشن ان انفاريانس، لانه فعليا انا بشارك الفيتشرز. يعني على سبيل المثال انه هذه المنطقه انه هنا في ايدج، انه هذا عباره عن فيتشر، بس وين؟ انه تم مشاركته في عده فلترز، انه هذا الفلتر مع هذا الفلتر مثلا. فبالتالي انه هذه المنطقة انه هي عبارة عن shared features، فبالتالي انه هذا بيساهم في تقليل الفيتشرز بشكل كتير كبير. هذا بيؤدي انه وبرضه النقطة الثانية اللي هي السبارستي اوف كونكشن، مقصود في السبارستي انه هنا انه المناطق اللي ما فيش فيها فيتشرز انه بتنحط انا عندي اصفار. سبارس يعني انه مصفوفة فيها اصفار كتير، تمام؟ فهذه السبارستي يعني بتمكن انه انا يعني بتعامل مع نمط معين، فبالتالي لو صار في عندي ترانسليشن. ايش المقصود في الترانسليشن؟ انا عندي هنا في الصورة انا عندي مرسوم مثلا كات، لو الكات هذه مثلا زاحت زي هيك شوية، زاحت هنا على اليمين شوية، بيقدر انه هو يتعرف عليها لانه هو بيتعامل مع الفيتشرز تبعتها. تمام؟ بالضبط، translation invariance. فعشان هيك انه convolution network انه بتشتغل بشكل كتير ممتاز. طيب، حط هذا الكلام كله مع بعض كملخص، انه انا عندي الـ training set x1 y1 x2 y2 xm ym. انا عندي m training example، هذه هي الصورة كانبوت، هاي اول طبقة. تمام، لاحظوا انه هنا كل مكعب هنا بيصغر الـ dimension تبعه، بيصغر الطول والعرض، الهايت والويث، الارتفاع والعرض،
تمام، ولكن بيزداد العمق. فهذه انه السمك تبعها او العمق تبعها ازداد بالمقارنة مع هذه، وهذه انه ازداد اكثر والدايمنشن قل اكثر. تمام، واخر حاجة انا عندي بيكون عندي الطبقات اف سي، وبعدين انا عندي الوايت هات. هذا هو الشكل العام للكونفليت. كيف ممكن انا ادربها؟ انا عندي ما دام انا عندي هنا واي هات، ممكن انا احسب الايرور الكوست باستخدام نفس المعادلة. تمام، واستخدم اي جريدينت ديسنت الجوريثم، يعني ممكن استخدم الادم الجريدينت ديسنت مع ادم، او استخدم الار ام اس بروب عشان اعمل اوبتمايز للباراميترز واعمل ريديوس للجين. ما يجي بقول انه انت عندك هنا مثلا على سبيل المثال الدبليو اللي هنا محتاج انه انت تعدلها عشان انه انت تطلع لي هنا تصنيف صحيح. اوكي.